بالنسبه لنا كقريه حلم كل الشباب ان يكون عندنا مصلحه حكوميه توفر لك كل احتياجاتك، سجل مدني، شهر عقاري، كل ده وفر لنا حياه كريمه. النهارده عندنا سجل مدني بيدينا اهو، خلص كل مصالحك في مكانك في نفس البلد، مش هروح اقف في الطابور في المدينه، مش هدور على مواصلات. في نفس الوقت عندنا شهر العقاري، مش هروح ادور في المحكمه، مركز تكنولوجي، خدمه المواطنين، كل اللي احنا محتاجينه في القريه خلاص حياه كريمه وفرت لنا في نفس المكان. مشروعات الصرف الصحي برضه الحمد لله وصلت كل القرى دلوقتي، الشغل شغال بيها فعليا. مشروعات تغيير شبكه الميه في كل القرى حتى المناطق المحرومه دلوقتي وصلتها برضه الشبكه الجديده. يعني انت كواحد من المواطنين كنت بتتوقع انه الشغل في المبادره يتم بالوتيره السريعه دي؟ ولا كناش نحلم بكده اصلا. احنا ما كناش نتوقع ان يجينا المخلفات دي كلها في قريه. من سجل مدني، شارع عقاري، مركز خدمه المواطنين، مركز تكنولوجي، كل ده احنا بنديك خلاص في نفس المكان. مش هروح ادور في المدينه ومش هدور على وسائط عشان توصلني، مش هقف في طابور في زحمه. كل ده توفر عندي في نفس القريه، في نفس المكان. ايه اهم المشروعات اللي كانت بتحلم بيها القريه وبيجيت على ارض الواقع في الوقت الحالي؟ بصراحه السجل المدني، الشارع العقاري، نقطه الاسعاف برضه اللي اتعملت، ونقطه المطافي. دي حاجات كانت مستبعده وما كانتش موجوده اصلا عندنا، ما كناش بنحلم بيها اصلا. خلاص دلوقتي عندنا في كل حاجه متوفره عندنا في نفس المكان. شارع عقاري، سجل تجاري، سجل مدني، نقطه اسعاف، نقطه مطافي. كل ده حياه كريمه يكون لحد عندنا. يعني خدمت كل الريف في مصر. ده مشروع تطوير الريف في مصر يعني حياه كل قريه، كل مكان. يعني بصراحة أجمل حاجة عملت في البطولة، أجمل بطولة عملت رئيس الشعب. اسمي محمد عبد الحسن من قرية الخليجية، واحد مواطن من أحد القرى. تواجد عندنا هنا الصرف الصحي ومشروعات أخرى من الحياة الكريمة. بالنسبة للمشاريع السجل المدني والضرائب العقارية ومجمع خدمات أسعاف نقطة مطافي صرف صحي وغاز طبيعي، حاجات كثير يعني كنا بنحلم بها في القريه. ايه اهم المشروعات اللي كانت بتحلم بها القريه وتواجدت على ارض الواقع؟ بالنسبه للسجل العقاري، السجل المدني ده كان صعب بالنسبه لنا نروح نقطه في المدن وحال والضرائب العقاريه، الحاجات دي كلها وفرت علينا كثير يعني. وفرت مواصلات، وفرت وقت، وفرت جهد وكل حاجه. كل الحاجات دي خدمات يعني صراحه ما كناش بنحلم بها خالص. تمام، ايه الاعمال القائمه ضمن المبادره في الوقت الحالي هنا في القريه؟ الصرف الصحي شغال باسرع ما يمكن، برضه المياه برضه تغيير خط المياه الجديده، في ان شاء الله غاز طبيعي، كله ان شاء الله خير شغال يعني شغل حلو جدا يعني. انا اسمي خالد عبد الرزاق محمد من قريه الحريقيه. يعني احنا المشروع ده يعني حياه كريمه كنا بنحلم بها من بدري، والحمد لله يعني تحقق كله، والحمد لله كله مصالح للشعب. واحنا يعني بسم الله ما شاء الله سجل مدني وشارع عقاري وكده كله افضل، يعني احنا بنروح ننتقل لمركز ثاني وكده وافضل يعني. تمام، مشروع زي مشروع الصرف الصحي ايه اللي هيوفره للقريه يعني؟ يوفر كثير، احنا نعتبر البلد قاعده على مياه وفيها كثيره، ويعني الحمد لله كده نعتبر افضل مشروع كنا نحلم به مشروع الصرف الصحي. تمام، ايه المشروعات القائمه الثانيه ضمن المبادره الرئاسيه في الوقت الحالي وكنتم محتاجينها؟ هو يعني اكثر حاجه الصرف الصحي، والمشروع ده المجمع المتكامل ده يعني وكده يعني. أنا قبل المبادرة يعني ما كانش في صرف صحي ولا ما كانش في يعني مشروع زي ده، المشروع المتكامل ده، المجمع المتكامل. يعني بسم الله ما شاء الله أنا كده أفضل يعني بكثير من الأول يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في الوحدة المحلية للنسبة الحاجية الشاذ محمد مهران رئيس الوحدة المحلية للنسبة الحاجية. إحنا هنا في الوزارة تحدث من قبل تطوير الريف في مصر حياه كريمه تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنا في مشروعات تتم عندنا على قدم الوساط، مشروعات البنيه التحتيه ومشروعات انشائيه. عندنا مشروعات طبعا الصرف الصحي، تخطيط وتطهير الطرق والمصارف. عندنا تغيير وسيله المياه الشرب. عندنا امداد المناطق المحرومه
المياه وموازين المياه الشرب وتوصيل المياه الشرب اليوم. عندنا جانب التعليمي تطوير المدارس وبناء مياه جديدة. عندنا مجمع الخدمات اللي يضم داخله الشهر العقاري والسجل المدني والمركز التكنولوجي والتضامن الاجتماعي والتومين ومكاتب الوحدة المحلية. عندنا طبعا الجانب الصحي إنشاء 2 وحدة صحية جديدة بالمقربية والمخزن هم ترابع للقرى والوحدة المحلية والمستقبل الحلاجية. عندنا تطوير الوحدة الصحية القائمة زي الوحدة الصحية الحلاجية، الوحدة الصحية الكبدية، الوحدة الصحية بالحمرة والجعفرة. عندنا مجمع زراعي بيتم إنشاؤه في قرى المجارين. عندنا وحدة الإسعاف بيتم العمل بها حاليا الحلاجية. طبعا مشروعات تطويرات العمل شغال على قدم وساق بمتابعة من الهيئة الهندسية والقوات المسلحة، متابعة السيد اللواء المحافظ أشرف داودي، متابعة من رئاسة مركز بوس، متابعة من الوحدة المحلية. تم توفير جميع الأراضي من الدولة لإنشاء المشروعات المستقبلية. أهم المشروعات اللي كان المواطن يعني بيطالب بها على مدار السنوات الماضية وبيحلم بها وفعلا بقيت موجودة على أرض الواقع. أكثر حاجة كانت تهم المواطن مشروع الصرف الصحي، والحمد لله احنا عندنا القرية الأم والقرى التوابع كلها يتم النجوم يتم بها حاليا رمي الشبكات وإنشاء محطة الصرف الصحي. أكثر حاجة تهم المواطن تدعيم الكهرباء، احنا عندنا تدعيم للكهرباء طبعا بالمحولات الجديدة ومحولات أكبر وتغيير الأسلاك الكهربائية وتغيير الأعمدة الكهربائية المتعلقة والإنارة والرصف طبعا بعد ما تنتهي هذه المشروعات. بعد ما تنتهي هذه المشروعات هخش برضه طبعا الغاز الطبيعي. مشروعات بنية أساسية تم تغييرها، مشروعات بيتم إنشاء فيها حاليا مبادرة جميلة ولم تحدث من قبل. والريف المصري حاليا بيشهد تطور في جميع الخدمات. يعني هنوفر هنا في المجمع الأكاديمي هنوفر على المواطن الجهد والمال والتعب والإرهاق لأن هنلاقي كل خدمات من داخل هذا المجمع. حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا، ونتمنى التوفيق بإذن الله تعالى والإبداع. شكرا جزيلا فندم.